أيضا إحنا تحدثنا على موضوعات خاصة بي في منطقتنا وأهمية العمل على إيجاد حلول لمسألة الهجرة غير الشرعية. وإحنا هنا في مصر بنذكر دايما في مثل هذه المجالات إن إحنا بنقول إن إحنا من سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد أو مواطن واحد عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر إلى أوروبا، وده التزام إنساني مصر ملتزمة به إن هي تحرص على إن هي ما تكونش أبدا يعني معبر لهجرة غير شرعية إلى أوروبا. النقطة الثانية تكلمنا أيضا إن إحنا مصر بتستضيف، وأنا بقول هنا بتستضيف عشان دي نقطة مهمة قوي، وإحنا ما بنذكرش أبدا كلمة لاجئ عندنا في مصر. إحنا مصر بتستضيف 6 مليون وقد يزيد دون أن تتلقى ولا تحاول أن تزايد لكي تتلقى شيء في دعم هذا التواجد، بيعيشوا كمواطنين داخل بلدنا إلى أن تتحسن ظروفهم أو طبقا للواقع الصعب اللي هم جايين منه في بلادهم اللي يعني اللي بتعاني من شيء من الاضطراب. وبنقول إن إحنا إذا كنا عايزين نحل هذه المسألة بشكل يعني متعمق قوي، مهم قوي إن إحنا أولا القضايا والأزمات اللي موجودة في منطقتنا مهم قوي إن إحنا نصل بيها إلى مرحلة حل لهذه القضايا والأزمات اللي موجودة وصولا لاستقرار هذه الدول التي باستقرارها ستعمل على إن هذه المعابر من خلال الدول اللي بتعاني من اضطرابات تتوقف وتستطيع أن تسيطر على حدودها البحرية والبرية.